بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم، بصوا انا جيت اغير السنين. بصوا السنين عامله ازاي، هركب بقى واجي اوري لكم الفرق عامل ازاي. بصوا يا جماعه، طبعا اوريكم قبل. بصوا بقى، والله ما استناك، بفضل ربنا. بصوا يا جماعه، على فكره انا كنت مركب ده يا جماعه بقالي سنتين، يعني كنت مركب سنتين وجيت اغير عند الدكتور مصطفى اسامه. واحد يقول لك انت بتعمل اعلان، لا يا اخويا مش بعمل اعلان بترينج وبتاع، بس انت ما تلاقي تكنيك من الاخر كده، تيجي العياده لازم تخف. فانا بقول لك يا دكتور، التكنيك كله تحس انت من الاخر كده في امريكا. وانا بشكر الدكتور مصطفى اسامه، بقول له بجد بجد تشكر. وبص يا جماعه، شال اكتر من كده.